بعديه بيقول ايه؟ بيقول elongation of الفاتي اسيد. elongation of الفاتي اسيد يعني دلوقتي انت صنعت فاتي اسيد وخلاص اتدبست في عدد كربونات معين للفاتي اسيد اللي انت صنعته، هل انا كده خلاص مش هقدر يعني اطوله ولا ازود له كربونات كمان؟ قال لك لا، انت تقدر تزود له كربونات كمان من خلال elongation بتاعه الفاتي اسيد اللي هو بيحصل في المايكروزومز. المايكروزومز دي اللي هي عباره عن الاس اي ار اللي هي يعتبر مايكروزومال سيستم اللي هو بيحول لك الفاتي اسيد الى فاتي اسيد من خلال ان هو بيضيف عليه كربونتين زياده كمان، تمام؟ طيب الالونجيشن ده بيكون محتاج ايه؟ الالونجيشن ده بيقول لك يا سيدي ان هو بيكون محتاج اسيتايل دونر ده اللي هو بيستخدمها كاشاره ليه ان هو عايز 2 كربون اتوم. الاسيتايل دونر ده بيكون من خلال المالونايل اللي هو بيكون عندك من خلال المالونايل كو اي، تمام؟ ده اللي هو يعتبر الاسيتايل دونر. وبعدين بيقول لك ان هو بيكون محتاج برده هيدروجين دونر. وانتوا خمنوا بقى ايه هو الهيدروجين دونر اللي هنستخدمه في ريدكتيف باي سينثيتك باسوي؟ اكيد طبعا اللي هو عباره عن الناد بي اتش بلس اتش، اللي هو عباره عن الناد بي اتش بلس اتش، تمام؟ طيب وبالنسبه لي الانزيم اللي هنستخدمه، الانزيمات اللي هنستخدمها بيكون لها اسم كده كلها على بعضها، فاتي اسيد الونجيت سيستم اوف انزيمز. يبقى اذا هنسميها الانزيمات اللي هنستخدمها فاتي اسيد elongation system of enzymes، تمام؟ فاتي اسيد elongation system of enzymes. طيب ايه هي الخطوات اللي انا همشي عليها؟ الخطوات اللي انت هتمشي عليها يا سيدي اللي هي عباره عن نفس الخطوات العكس البيتا اوكسيليشن، وهي نفس الخطوات اللي استخدمناها في lipogenesis اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن condensation reduction dehydration يعني بتشيل منه ميه وبعدين ريدكشن تاني، تمام؟ يبقى اذا كوندنسيشن ريدكشن ديهايدريشن ريدكشن نفس الخطوات بالظبط. هتعمل ايه يعني؟ قال لك يا سيدي ولنفترض ان انا هيكون عندي الفاتي اسيد اللي انا متدبسه فيه وعايزه ازود عدد الكربونات بتاعته وليكن هرمز له برمز ار، تمام؟ ار سي اتش 2 وهنا عباره عن سي دبل بوند او اس كو اي، هو ده رمز الاسايل كو اي، انا جايباه متاكتف جاهز علشان اعرف اشتغل عليه على طول، ده اللي هو يعتبر الاسايل كو اي، تمام؟ هقوم ضايف عليه ايه؟ هقوم ضايف عليه المالونايل كو اي، والمفروض انتوا دلوقتي حفظتوا شكل المالونايل كو اي، بيكون فيه اثنين مجموعه كربوكسيل عباره عن سي دبل بوند، وهنا بيكون عندي اس كو اي، وبعدين هنا بيكون عندي ال سي اتش 2، وهنا بيكون عندي سي او او اتش، ده اللي احنا بنسميه المالونايل، ده اللي احنا بنسميه المالونايل كو اي، مالونايل كو اي، وده بنسميه الاسايل، وده بنسميه الاسايل كو اي، تمام؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ زي ما اتفقنا هنعمل كوندنسيشن. هنعمل كوندنسيشن ازاي؟ يعني عايزين نلزقهم هما الاثنين في بعض. هنلزقهم هما الاثنين في بعض ازاي؟ لازم واحد فيهم يضحي ازاي برضو؟ واحد يضحي بالكواش اللي عنده، والتاني يضحي بالسي او 2 اللي عنده، وبالتالي هيركب عندي الانزيم هيركبوا هما الاثنين على بعض وهيكون المنظر بالشكل ده، ار سي اتش 2 سي دبل بوند او، وهنا هيكون عندي سي اتش 2، وهنا هيكون عندي سي دبل بوند او، وهنا هيكون عندي الاس كو اي، تمام؟ يعني دلوقتي انا دي ضحت عندي بالسي او بالسي او 2 اللي عندها، ودي في المقابل صح ضحت بالكو انزيم ايه اللي عندها، ولزقنا هما الاثنين في بعض. طيب بالتالي المركب اللي طلع لي ده هيكون مركب اسمه ايه؟ والله هو اسايل، يعني هو اسيد مكون، يعني اسيد عادي مكون من اي عدد من الكربون اتوم مش مهم نعرفه، ولكن الاسيد ده فيه مجموعه مميزه اللي هي مجموعه الكيتو، فبالتالي هنسميه 3 كيتو اسايل كو اي، 3 كيتو اسايل كو اي. طيب دلوقتي انا كل همي عايز اتخلص من مجموعه الكيتو، انا دلوقتي زي ما اتفقت عملت اول حاجه اللي هي عباره عن الكوندنسيشن، تاني حاجه المفروض اعمل ريدكشن، الريدكشن ده هيتم من خلال ايه؟ زي ما اتفقنا من خلال الناد بي اتش بلس اتش، من خلال الناد بي اتش بلس اتش هيتحول عندك الى من خلال الناد بي اتش بلس اتش هيتحول عندك الى الناد بي، وهستخدم انزيم، بما ان انا بعمل ريدكشن هستخدم انزيم اسمه ريدكتيز انزيم. عايز تبقى محترم وتسميه الاسم كامل بتاعه هتسميه 3 كيتو اسايل كو اي ريدكتيز انزيم، مش مهم ريدكتيز وخلاص، هتشغل عليه هتدخل عليه الناد بي اتش بلس اتش وهيطلع عندك الناد، وبالتالي هيكون عندك الشكل التالي اللي هو عباره عن السي دبل بوند او، هنا بيكون عندي الاس كو اي، وهنا السي اتش 2، وهنا هيكون عندي سي او اتش و اتش، وهنا هيكون عندي سي اتش 2، وهنا هيكون عندي الار، تمام؟ يبقى اذا انا كده حولت مجموعه الكيتو الى مجموعه هيدروكسي، يبقى اذا هسميه 3 هيدروكسي اسايل كو اي، نفس الاسم بالظبط 3 هيدروكسي اسايل كو اي. يبقى اذا انا كده عملت كوندنسيشن عملت ريدكشن، هنبدا في الخطوتين اللي بعدهم اللي هم عباره عن دي هيدريشن وريدكشن. الدي هيدريشن
هنعمله ازاي؟ دي هيدريشن، هنشيل او اتش ده اهي، واتش من اللي جنبها، يعني الشكل هيكون بالمنظر الاتي، الشكل هيكون سي دبل بوند او، هنا هيكون عندي الاس كو اي، وهنا هيكون عندي ال سي اتش دبل بوند سي اتش، وطبعا هنا هنشيل الميه بي اتش 2، وهنا بيكون عندي السي اتش 2، وهنا بيكون عندي الار، وهنا ده بنسميه الدي هيدراتيز، الدي هيدراتيز انزيم، تمام؟ ده اللي هو يعتبر الدي هيدراتيز انزيم. طيب وبعدين هو يبقى اذا انا عملت كوندنسيشن ريدكشن دي هيدريشن، هندخل على اللي بعدها اللي هي يعتبر ريدكشن برضو، هنشغل حاجه اسمها ريدكتيز انزيم. والمفروض انت بقيت واتش اوت دلوقتي وعارف ان انا بما ان انا عندي اسيد وفي دبل بوند يبقى اذا بنسميه اينويل، يبقى اذا هنسميه اينويل كو اي، هنشغل على اينويل كو اي اينويل ريدكتيز. هذا الاينويل ريدكتيز هندخل فيه برضو الناد، هندخل فيه برضو الناد بي اتش بلس اتش، وهيطلع عندي الناد بي، هيطلع عندي الناد بي اللي يتحول بالشكل التالي اللي هو عباره عن الار سي اتش 2، هنا بيكون عندي سي اتش 2، وهنا بيكون عندي سي اتش 2 برضو، هنا بيكون عندي سي دبل بوند او اس كو اي. وبالتالي انت لو قوي الملاحظه هتلاحظ ان احنا بدانا بالبدايه خالص كان عندي اللي كان عندي الاسيد مكون من كربونايه وكربونايه، وفي النهايه يعني كربونتين، وفي النهايه طلع عندي الاسيد مكون من 1 2 3 4 اربع كربونات، يعني في كربونتين زياده زادوا عليه. واحنا كده خلصنا السؤال رقم 13 اللي هو عباره عن الالونجيشن بتاع الفاتي.